واحتجاجا على الإعدامات، أصدر المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين الإيرانيين بيانا طالب فيه بوقف أحكام الإعدام بحق جميع المتهمين واستئناف المحاكمة العادلة لهم بحضور محاميهم، مؤكدا أن سياسة الخوف والضغط ستحرق في النهاية أسس القهر والظلم. البيان قال أن القصة الأكثر إلائما لهذه الإعدامات هي أن النظام الذي يدعي أنه حكم المظلومين والفقراء ويحكم باسمهم يقتل فقراء في المجتمع وفي نفس الوقت أنبلهم، مضيفا أن الشعارات المخادعة في 4 عقود أن الدين والأخلاق وجميع الأعراف لم تكن سوى غطاء لنهب رأس المال المادي والروحي للإيرانيين.